هل إيران ضعيفة لدرجة أنه تتراجع بهذه السرعة بمجرد بشوف قوة داخلة أو قوة مسيطرة على المشهد العراقي؟ شنو إيران أضعف مما نتصور؟ إيران لأنه سكوت الدول الأخرى خلاها تتمدد. إيران اللي قاتلها صدام، حاربها صدام 8 سنين أنهاها. من سنين دمرها. شنو إيران؟ ومع المعذرة للشعب العراقي وللبعثيين، احنا نقول للخميني، الخميني يجوز يزعل من كلمة دجال، الدجال مربع.